احنا هون مطعم ابو سعيد بالمينا صارنا هلا شي 74 سنه فاتحين. حمص، فول، فته، صفيح، لحم مشويه، كل شيء اكل، تبوله، فتوش، كل شيء. فول تاعنا اشقر ليك ما احلى. بدنا نقع قبل بالنهار، ثاني يوم نيجي الصبح بكير الساعه 12 نطبخهم، بدنا لساعه 6 الصبح. بعد 6 الصبح بنبلش البيع. انا ما بحب ثوم، ما بحب الثوم عن جد؟ واو، انا ما بحب الثوم ابدا، يعني بعمل اغلبيه الاكل بلا ثوم، لانه هو الثوم بيفسد الاكله، ما انا طيبه. ليش في منك كثير؟ بلا ثوم. هلا بنطعميك شيء بلا، كله بلا ثوم، الفته بلا ثوم، الحمص بلا ثوم، الفول بلا ثوم، بعمل لك الحب بلا ثوم. وبرايك بيطلعوا كثير طيبين؟ وهلا بتذوقوا بتعرف. واو واو، بطل 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 بطل. اول محل، اربع بلدان، 500 محل فول مينيموم، هيدا اول شخص اللي بتعرف عليه ما عنده ثوم، ما بحط ثوم، مقتنع انه الثوم بينزع الطعم، انه الثوم بغطي على الطعم. لا لا، he's too good to be true. الوالد حضرتك بعدين هنا. بعدين ابني. والله عم بسجل هون، استاذ هلا بعدين انت. بعدين. لا صور بعدين. بعدين. لا بيع وحمص. تفضل تفضل. ها حبيب قلبي بدوب تكرم. شغله حسيته على المحل كثير، الطريقه اللي بيشتغل فيها حلوه كثير، زيت الزيتون والكرم شغله رائعه، خبزات طازة على قد للفول. واو واو، هاي لقمة الفول غنية كتير بالزيت، مطبوخة منيح، حمصاتها حلوين، مليون سمنة، الخبز المقلي، الكاجو، مش معقول طبعا عم ياكلوا بسكويت من تحت القرشه من فوق. رائع 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 رائع. كثير انبسط فيك، وبوعدك رجع لعندك، بطلع اشوف فرن الخبز. باي.